عليكم حبيبتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. نهار جديد، وصفه جديده مع اختكم ناديه. اليوم ان شاء الله قررت اني ندير لكم وصفه ضد الغاسبياج، كونتر لو غاسبياج، يعني ضد التبذير. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا لو بان بيردو، الخبز اليابس ولا الخبز البايت اللي يكون عندك، لا بغا يابس. الو، قبل ما نبداو، صلوا وسلموا على حبيبنا المصطفى عليه الف صلاه وسلام. نفوتوا مباشره للوصفه. الو، غادي تدي الخبز اللي يكون عندك يابس ولا بايت ولا تفتيه ولا تهرسيه. انا هنا مخلط، كاين شويه طري وكاين اللي قاصح. دونك انا سوا نديره كي من هكاك بودينغ، سوا نخدمه شابلور. كي تكون خاصني شابلور نخدم شابلور معطره اللي راني خدمتها ديجا معاكم. من يكون فايد زعما شويه زياده وما خصنيش لا شابلور، نخدم به البودينغ بالخبز كيما هكا. بودينغ بان بيردو يجي تحفه الشيرات، يجي اروع ما يكون. تدي الخبز تاعك تفتيه، هذا ما تولوا تعتمدوه بزاف، هذا تفتيه تهرسيه كلشي كيما نقولوا، اللي تفتت تفتت اللي تهرسي تهرس. انا خليت ميم دي غو مورسو هكاك. دونك وتحكمي الحليب وتفرغي عليه الحليب، اوكي، انت على حسب الكونتيتي اللي عندك، عندك قليل عندك بزاف على حسب. غادي نفرغ عليه بحيث كاع يتشمخ غايه باه يشرب لي، يليق يطرب، اوكي، لازم كاع يضرب. من بعد كاع نمرسوه، فلا هادي قريب يوطرو، راهي دخلت لي هنايا. دوك نزيد نشوف، فلا غادي نزيد باسكو هنا لو بول كبير، هذا الريسيبيون كبير، هادي يوطرة تاع حليب 1 لتر 1 لتر دو لي، اوكي. كي تشوفي روحك شمختي كاع داك الخبز، دونك قلبي باش هذاك الحليب اللي يكون مهود التحت غادي كيما نقولوا تقلبي هكاك لي مورسو اللي ناشفين، اوكي، لي مورسو اللي ناشفين. الا استخصيتي زيدي، اوبس، الا استخصيتي زيدي، انا جو بونس كو نزيد باسكو هذا كاع شربه. ابخي تغطيه بان بلاستيك ولا ان ساشي وتخليه نصف ساعه وهو يشرب. الو حبيباتي، حنا الخبز هذاك خليناه يتنفخ غايه، غطيناه ونخلوه واحد نصف ساعه او اكثر، هو ما يديش بزاف، حد نصف ساعه حتى ولو كان يكون الخبز كيما نقولوا قاصح. دوك غادي حنا نوجدوا المقادير الاخرى. عندي هنايا حبه تاع تفاح قطعتها هكاك مربعات، نقيتها وقطعتها، تقدري ديري زوج تقدري ديري ثلاثه، انا حبه وقطعتها هكاك. غادي ندير في مقلاه شعلت عليها، غادي ندير الزبده باش نطيبو شويه هاد لابوم، هاد التفاحه، فوالا. انتي على حساب، وتبتي هادي ما فيهاش مقادير محدده كيما نقولوا بريسيز، ما فيهاش دي زانغريديون بريسيز، فيها ابوبخي، فيها عينك ميزانك على حساب الخبز اللي راك تيا، كميه الخبز اللي عندك تيا، لو بان هذاك غاسي ولا. الوغ ندير أنكور أبتي مورسو، فوالا، غادي ندوب هاد الزبدة، فوالا كيما هاك. هذا البنات صدقوني يجي تحفة ما ينشبعش، يجي عن بودينغ اللي هو رائع في المذاق. فوالا كيبدا يدوب كيما هاكاك الزبدة تاعنا تدوب. أبغاك شويه بلينا بيان، دوك نمسك لكم الكاميرا. فوالا هكاك سمحولي. دونك هنايا غادي نديرو لابون تاعنا باش تطيب، تدبال شويه تتحمر شويه كيما هاك. من جهه اخرى راني موجده انايا العنب مجفف، انا خلطت درت بين لابون كاليتي شويه وهذا النوار، درت الصافي والنوار، درت ان بون بول، وعندي مشمش هكاك مقطع، انتي او شوي الا كان عندك. انا هذا دو موفيس كاليتي شريته، كنت مزيره فيه كيما نقولوا، شريته بخدمت وصفه، دونك بقالي هذا قلت نكمله قبل ما يدخل رمضان، خاطرش لا يقعد ما بغاوش حتى ياكلوا لا الماكله وما بغاوش ياكلوا. دونك قطعتهم مشمش مجفف وعنب مجفف، دي غيزان ساك، ابريكو سيشي، وغادي نبدو. من يبدا يتحمر هنا شويه
يبدا يدخل له الطياب هنا التفاح، غادي هاد العناصر نضيفوهم هنا. سينو الا ما بغيتيش هادو ديريهم في الماء حامي وخليهم حتى ينتفخوا غايه ويطرو، عادك صفيهم وبعد خدمي بهم مباشره. خلينا حنا التفاح تاعنا يتقلى، داك غادي ندو الميلونج تاعنا للبودينغ. غادي ندي ان بول تاع سكر، بون قلت لكم توجور على حساب الكميه. الخبز نعرفوه مالح، دونك يليق له السكر اللي يقطع له هذاك الكود على الخبز، ويليق له بوكو دو فاني باش تقلع البنه تاع الخبز. صاي شوفوا شحال درت لافاني، قد ملعقتين تاع اكل كبار تاع لافاني. وغادي نديرو فيه البيض طبيعة الحال، البيض قلت لك ثاني على حساب الكميه اللي عندك. فوالا هنا بدا شويه يدبال التفاح، غادي نزيد هذاك العنب مجفف باه يطرو في خطرة، ونزيد له المشمش المجفف راه مقطع قطع صغيرة كيما هاك، ونبقاو شاك فوا نقلبوهم حتى يدبالو غاية كيما نقولو يطرو. ديجا الألوان شتك شابين. أيا خواتاتي حنا لي فخوي هادوك لي درناهم ولو كاراميليزيت كارملو، واخا نعمل جهه خلطنا الميلونج تاع البيض والسكر ولا فاني وهذا الميلونج، فاتت نصف ساعه. غادي ندو فورشيت وغادي نكرازو لو تو كيما هكاك، الى كاع يتخلط كيما نقولوا يولي كي العجينه. فوالا غادي ناجوتو هذاك البيض والسكر ولا فاني، قلت لكم كثروا لا فاني، الى كثروا لا فاني باش تقلع هذيك الريحه تاع تاع الخبز. فانا غادي نقطع هذا الخرطه. فوالا يا الله كيما هكا كاع اللي انضميتو مؤخرا للقناه وكم ربي يحفظكم كاع، الناس اللي تعاون والدعم باش طلع لي قناه وكم ربي يعطيكم ما تتمنوا. بزاف اخوات كاين، كاين بزاف بزاف، كاين ام تقي الدين، كاين صديقتي تانية تخدم شبيكه قناتها شبيكه جزائريه، تخدم لي نابخون، تخدم تو سكي كونسيرن هكا العرايس تاع الشبيكه تاع كيما نقولوا الدونتيل، سي سا يقولوا الدونتيل، الكروشي تخدم كروشي تخدم، شوفوا تحفه تحفه تحفه، زوروا قناتها كاع اللي راكم تعاونوا فيا ربي يعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله. شكرا شكرا والف شكر لكم. الا كان نوصل لهذا الموصل وهذا كل شيء بفضلكم، بفضل الاحباب، الناس اللي تشوف قناتي، الناس اللي مدعمتني دائما. صح كاين اللي كاع يغيبوا يغيبون بصح يعاودوا يولوا ويعاودوا يتفكروا قناتي. الجماعه اللي راني ناسيتها ومانيش ندير دوره عندها وما نديرهاش كومونتير وكاع راني ناسيتها، عرفوا باللي الاشعارات ما يوصلونيش، دونك كي تفوتوا منا ديروا لي كومونتير وقول لي رواحي قلتها لكم هذه داك النهار. اوكي قولوا لي راكي ناسي القناه تاعي، ديري لي غير كومونتير، انت غير كومونتير نتفكرك عاود ندخل عندك، باسكو اشعارات الله غالب مش عارفه يوتيوب ماله، اشعارات ما يوصلونيش بزاف بزاف، نكون دائما معاهم بعد فجاه يختفوا. كل ما ريفيزيش انا وحدي وندخل كاع اللي عند داخله عندهم ديجا فرانشو بزاف. الو نكملوا هكاك ونفرغوا هاد الفواكه الجافه مع التفاحه هذيك مكرملين، ما مكرملين غير في الدهان كيما نقولوا، ماشي ما درنا لهم والو. باش ندي مغرف ولا غير سباتول فوالا، ونخلطوا هكا نخلطوهم. الفرن راه شاعل، انا غادي ندير وحدين انديفيديوال وواحده نديرها عائليه باش تشوفوها كي تنقسم انديفيديوال لولادي مين قاعدين اليوم لي ربعه اليوم حال حارتهم ساكن، ديتهم الكبار في ثلاثه ديتهم للدونتيست السكتو، زعما اليوم نهار صعب فات عليا والله غير قلت ندلق لهم شويه مساكين على غير كومبوس ندير لهم كاطو. دونك انا نجيب لي مول، بون فوالا ديت انايا لي مول تاوعي، غادي نخدم فيه هادو اللي شريتهم داك النهار معكم مرشي من عند خويا بلال، غادي هذا وين غادي نخدم بهم، ما خدمتش بهم كاع. دونك غادي ندير لهم غير مسحه تاع زبده، نعمروهم ندخلوهم للفرن يطيبوا، خليهم يطيبوا
باش ينشف داك البيض. هما صراهم كيما الفلون، هذا حليب وحليب وكيما نقولوا بيض اللي غلاه يطيب. اوكي سينو ما يقعد غير هكا كليكي. وانتي وجدي ان كودو ولا تولي تغرسيه في الكادو تاعك وتخرجيه. الا خرج ساك عارفي باللي الكادو تاعك كيما نقولوا راه واجد راه طايب. ديت المولا الشارنيير باه من بعد سهل لي من بعد الديمولاج فوالا. وغادي ندي له غير لي كوتي. شيرات هنا تنجمو تزيدو نوار كوكوت، تنجمو ديرو مكسرات، ديري اللي بغيتي صاي. المهم تقرعي داك الكو القاصح تاع الخبز فوالا. وغادي ندير انايا نفرغ كاع الميلونج هذا باش تجيني عاليه ما تجيش ملصقه فوالا. كي من هكا نسقموها ونديروها في الفرن طيب، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله في النتيجه. ايوا خواتاتي شوفوا لي هذا الجمال، شوفوا لي هذا الجمال، شوفوا كي دايرين، شوفوا تحفه البنات تحفه. شوفوا شوفوا روعه. بون انا هنا هادو طابو المول عائلي هذاك كيما نقولوا، راني دايره تاع حجم عائلي راه عادي طيب باسكو هو سابخون دي طوم مش كيما هاد لي غامكان انديفيديوال. دونك بعد في التالي تاع لا فيديو غادي نخلي لكم مقتطفات من المول العائلي كيما نقولوا كامل، ونوريكم ان مورسو كيفاش يجي. فوالا انا هنايا خلطت شويه تاع مايزينا سكر غلاس مع لافاني باش نسم، وغادي ندير كيما هكاك وندري عليهم شويه سو بودغ فوالا. يجو تحفه الشيرات كانوا طالعين اكثر من هكاك، وبداو يهودوا شويه سي نورمال لو شوك تيرميك هذاك فوالا. كيما هكا تنجمي ديري لهم لوز افيلي ولا تنجمي ديري لهم اي حاجه تقلشي بها هذا الخبز. اون ديري با خبز، اون ديري با دو بان بيردو زعما هضري ولا زعما تسكتي نتيا وخلي الناس تقوتي وكاع با سي اوت شوز، سي اوت شوز. شيرات انا هذا العمر فوالا راه حامي بزاف. ها شوفوا راه عادي بخر، شوفوا كيجي محمر، يجي محمر شيرات فوالا. مش باين لكم غايه راه حامي نقتيب الديبان ولكن يجي تحفه. دونك شيرات انا غنخلي لكم لقطات من بعد من المول العائلي الحجم العائلي اللي درته لكم. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، ديروها جربوها ما رايحينش تندموا ابدا 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 او كونترير غادي تقتصدوا هذاك الخبز ولا تقيسوه ولا. دونك اديو الجاج اديو الخرفان مساكين غادي حنايا نتلبوهم في الخبز اليابس. دونك هذه هي البنات، نقول لكم ربي يحفظكم كاع لكم دعموا فيا، اللي تفوتوا دير لايك اللي دير اشتراك، اللي نقول لكم ربي يجازيكم ويعطيكم ما تمنوا. الى الملتقى وصفه اخرى كوزينه ديال سامبلي فاسيل، دمتم في رعايه الرحمن، مع السلامه.